فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الأصوليون، يقول الأصوليون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لكن عند أهل السنة والجماعة أن هذا يكون بالمعنى وليس من طريق ذات اللفظ. وليس من طريق ذات اللفظ. يقول: ما المراد بقولهم بالمعنى وليس من ذات اللفظ؟ يعني من لازم، يعني يلزم من الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، هذا قول لبعض الأصوليين، ما هو قول الأصوليين كلهم، في خلاف هذا. نعم.